قسم المفروشات ده يعني قسم لعين لعين والله. بتفتكروا ان هو عادي كده، لكن هو بيسفخ رقم يا جماعة. الفوط والملايات والحاجات دي حقيقي حقيقي. يعني لا يعني ما بقتش لطيفة خالص. فعايزين نعتدل في الكميات. ايه اللي انا محتاجاه؟ تعالوا نتكلم عن الفوط. محتاجة هقول لكم مثلا عن تجربتي الشخصية. يعني انا نزلت من فترة قريبة يعني اشتري برنس حمام، فلقيت قدامي حاجتين. لقيت برنس حمام متطرز وما معرفش فيه ايه، وحزامه عامل ازاي، وبرقم سفيه والله العظيم. فبصيت له كده وقلت يعني لا ده انا يعني ليه بجد، يعني انت لو هتحميني وتنشفني مش هتبقى بالرقم ده. فرحت جبت برنس عادي شكله شيك برضو وامور وكل حاجه، والماتيريال بتاعته تحفه، ولكن من غير حبتين التطريز دول. عايزه اقول لكم انه بربع سعره وزي الفل، بينشف وجميل وشيك وقمر وكل حاجه. الحاجات اللي في بوكس احذروا من الحاجات اللي في بوكس دي فخ. والله اي حاجه بيحطوها لكم في بوكس دي فخ. بيقوم حاطط لك تطريزتين على وردتين على معرفش ايه، وتلاقي ان السعر اتضرب في اتنين على طول. اتنين ايه؟ اتضرب في اربعه والله. فلا يعني بلاش نبقى بيضحك علينا، يعني مش شويه التطريز اللي في الروب هم اللي هيظبطوا الحياه، ومش هبقى عروسه يعني لو جبت كده، ولو جبت التاني ده هبقى جايه من مش هبقى عروسه والله ولا اي حاجه. التاني برضو شيك وجميل وزي الفل، وحقيقي فعلا ما بهزرش بربع السعر. فمش عايزين تصرفات سفيهة في قراراتنا الشرائية. فلما نلاقي قدامنا التو اوبشنز دول، المنطق بيقول ايه؟ المنطق بيقول اني اجيب الاقل. ليه؟ مش يا ستي ما توفريش الفلوس عشان تعرفي تجيبي حاجات اكتر ممكن تكوني محتاجاها. فبدل ما اخد لوكشة فلوس كتيرة قوي احطها في حاجة واحدة لمجرد ان هي يعني مدلعة حبتين، تمام، انا ممكن اعمل بنفس الرقم اللي انا دفعته ده حاجات كتيرة تانية. فحرام حرام حرام. فانا شخصيا جبت ابو من غير تطريز وزي الفل، يعني جميل بينشف وزي الفل، مادي الغرض وزياده وكتر خيره. الفوط بقى من الحاجات، انا من الناس مثلا اللي لا بغير فوط كتير. فالفوط دي حاجه شخصيه قوي وبتتوسخ بسرعه ومحتاجه تغيير كتير. فلا محتاجين شويه فوط، بس طبعا مش شويه، مش بالارقام اللي بسمعها 50 فوطه وش. ليه يعني؟ هفترض معاكي افتراض، هفترض معاكي جدلا ان احنا هنستخدم كل يوم فوطتين، دول 25 يوم. يعني في ال 25 يوم دول مش هتلحقي تغسلي؟ اكيد هتلحقي تغسلي 100 مره. فمش محتاجه ابدا انك تجيبي الكم ده. فمثلا محتاجين، انا شخصيا يعني شايفه ان 5 10 يعني معقول معقول، 10 معقول، لا من اول 6 معقول على فكره. من اول 6 من كل مقاس حلو جدا، واربعه كمان على فكره. ومثلا لو انا الميزانيه عندي مزنقه شويه مش عارفه افتح، مفيش مشكله اني اجيب اقل سنه واغسل على طول، اغسل اول باول ما قعدش غسيل. فمفيش مشكله في ده خالص يا جماعه. فممكن مثلا من كل مقاس فوطه نجيب 4 6 حلو قوي. يعني لو احنا بقى عايزين يعني نشهيص الدنيا نعمل زي سوسن ونجيب 10 كفايه قوي، وانا شايفه ان 10 ده كتير بصراحه. كله 10 كل المقاسات. لا انت كده ست موفره. 4 من كل مقاس حلو قوي. ايه المقاسات؟ وفي حاجات ما بنحتاجهاش كتير، يعني انا مثلا شايفه ان فوط الوش اليوميه محتاجه تكون اكتر من مثلا البشكير. البشكير محتاجين نقلل كفايه قوي 2 لو انا عندي برنس، ما هو بيأدوا نفس الغرض صح؟ فما فيش داعي انه يبقى كتير. ف ما انا عارفه، الصعيد والفلاحين عندهم مشكله في الاعداد، مشكله كبيره جدا. لو قعدت اتكلم عنها محتاجه لي 10 حلقات. بيجيبوا اعداد مش طبيعيه طبعا خالص، وكميات مش طبيعيه خالص، لمجرد ان هم ايه ده الناس هتاكل وشنا بقى، والبنت تدخل من غير حاجتها ازاي، والكلام الموروثات الثقافيه دي اللي جايبانا ورا. انا لا اؤمن بيها اطلاقا وماليش دعوه. واصلا انا عندي سؤال، هو ليه حد اصلا بيشوف جهازك؟ يعني حاجات البيت دي يعني ما اعتقدش ان في حاجه شخصيه اكتر من حاجه البيت. فهو ليه مشاع يعني؟ ليه خالتي بتشوفه وبنت خالتي بتشوفه وبنت عمي ليه؟ وليهم راي ليه برضو؟ ما ده انا مش فاهماه بصراحه. حاجتي ما انا عارفه عادات زي الزفت يا حمدي، لازم تتغير.
ما فيش تفتح ايه وتفرج ايه، هو معرض؟ ما فيش الكلام ده، بطلوه يا جماعه. وحاجتك لبيتك يا حبيبتي، ما توريش حد، ما تخليش حد يقعد يتفرج على حاجتك، دي خصوصيات، خصوصيات جدا كمان. معلش يعني الفوطه اللي هتنشف بيها في الحمام، يعني في خصوصيات اكتر من كده؟ ما توروش حاجتكم لحد، ما يصحش. والناس اللي بتبقى متوقعه ان هي تشوف الحاجات دي ليه؟ يعني ايه الهدف؟ طب انت شفتي دلوقتي جهازي كله وعرفتي بالظبط انا جايبه كام فوطه ولونهم ايه وشكل استفاد ايه الافاده يعني؟ مش فاهمه ده اضاف لك ايه بالظبط؟ فهي عادات وحشه قوي، اتمنى ان احنا نبطلها. تعالوا نرجع بقى للمهم. البشاكير بنحتاج منها مش كتير، خصوصا لو في برنس. المقاسات الفوط بتاعه الايدين والوش دي بنحتاج منها اكتر، فاهتموا ان دي تكون اكتر من الحاجات الكبيره قوي. في ناس بتقول لي ما احنا مثلا بنيجي نسافر بنحتاج معانا في المصيف. يا ستي ساعه المصيف يبقى اشتري فوطين، مش قضيه، مش حوار يعني. فدي الحاجات اللي انا شايفاها مهمه من ناحيه الفوط. في فوط كده بتتباع للارض علشان تتحط تحت البانيو عشان بعد الشر ما حدش يتزحلق وهو طالع، دي مهمه جدا. اشتروا لكم اتنين كده وبدلوا، يعني واحده تتوسخ نغسل التانيه كده، اتنين تلاته بالكتير قوي. مهمه جدا بالذات للارضيات حمامهم بتزحلق، في سيراميك خشن، في سيراميك ناعم. لسيراميك ناعم دول يعني وارد جدا يتزحلقوا كده، فمهمه قوي يعني. طيب الملايات، الملايات برضو من الحاجات اللي تعتبر استخدام شخصي فبنحتاج نغيرها كتير. فاطقم الملايات بصراحه هي ليها جانبين، ليها جانب نظافه ان احنا محتاجين نغيرها كتير، وليها جانب نفسي. الجانب النفسي ايه؟ ان تغيير طقم السرير بيحسسك ان الاوضه جديده، كانك غيرتي شكل الاوضه. انت ممكن تكوني ما غيرتهاش، هي نفس الاوضه اكيد، مش كل يومين هتشتري اوضه يعني، بس تغيير طقم السرير بيعمل انتعاشه نفسيه كده ان كان شكل الاوضه جديد. فدي من الحاجات اللي انا رايي ان لو تقدري تدلعي البيت فيها شويه اعملي كده، عشان بتفرق قوي كده ان الواحد يدخل كده في السرير متروق وعليه كفر كده حلو والمخدات كده جميله وفي خدوديتين كده شيك، بيفرق قوي بصراحه. بيفرق في النفسيه جدا، بيخلي الواحد كده حابب بيته وبيحول البيت من مجرد حيطان لسكن، يعني يبقى السكن بتاعي بيتي، المكان اللي انا برتاح فيه وبحبه وعايزه اقعد فيه طول الوقت. فالاعداد المنطقيه مثلا انا شايفه ان لحاف طبعا من الفايبر دول مهم جدا، محتاجين بطانيه للشتاء. طبعا انا بتكلم على واحده وواحد بيتجوزوا، يعني مش عيله عندها، طبعا انتوا ضعفوا الكميات لو عيله، اكيد لو عندك عيال هتجيبي لكل واحد بطانيه، لكن انا بتكلم عن واحده وواحد بيتجوزوا. هسال سؤال مثلا، واحده وواحد بيتجوزوا ليه بيجيبوا بطاطين للولاد، ثلاث اربع بطاطين للولاد من دلوقتي؟ ما تجيبوها ساعه ما الولاد يجوا. ايه ليه لازم من دلوقتي يعني نجيبهم؟ ايه زحمه قوي، او بياخدوا مكان كبير قوي، معرفش بيتشال الحاجات دي كلها فين بصراحه. فنجيب على قد اللي هنحتاجه دلوقتي. فمهم جدا ان يكون عندنا بطانية كويسة للشتاء، مهم جدا ان يكون عندنا، عارفين البطاطين الخفيفة اللي بتتفرش على السرير عشان تخليه دافي، مهم قوي برضو. مهم جدا ان مقاسات البطانية تكون اكبر من مقاس السرير، عشان لما اجي انام ما الاقيهاش بتتشال من عليا ورجلي طالعة منها، فاهمين الحاجات الثقيلة دي؟ انا دايما بجيب البطانية اكبر بكتير من السرير، بشوف مقاس المرتبة ايه ودايما بعمل حسابي. الملايات والبطاطين واي حاجة بقى هتتفرش على السرير تبقى اكبر، عشان اعرف افرشها براحتي، ما تبقاش سهلة ان هي تبقى منعكشة وتطلع منه كده. فبطانية، بطانية تقيلة للشتاء، بطانية خفيفة من اللي بنفردها زي فوق الملاية، لحاف فايبر بينفع جدا في الصيف. وخدوا بالكم وانتوا بتشتروا اللحافات، اللحافات مش عشوائية كده يا جماعة، اللحاف بيبقى عليه تيكت بيحدد هو صيفي ولا شتوي. الخامة اللي بيستخدموها اللحافات الصيف غير الخامة اللي بيستخدموها اللحافات الشتاء. الخامة بتاعت لحافات الشتاء حرارية شوية وهي ليها كودز بالألوان، أزرق وأخضر وأحمر ومعرفش إيه، بس بيبقى مكتوب عليها، ولو احنا مش عارفين الكود اللي محطوط قدامنا ده إيه، نسأل البياع نقول له ده لحاف للشتاء ولا للصيف، هو هيقول لك. فعشان تاخدي الحاجه المناسبه. لو انا عندي بطانيه ممكن ما احتاجش لحاف للشتاء، لو انا ببرد قوي زي حالات ساره كده، لا ده انا بجيب لحاف وبطانيه وكل حاجه، انا برده جدا. انا شايفه مثلا ان عدد معقول خمس اطقم للسرير، خمس اطقم ملايات عدد معقول قوي. حاضر.
اللي يقدر يزود مفيش مشكلة، ويا ريت بس لما نجيب نحاول ان احنا نجيب الطقم الكامل اللي هو فيه كفر اللحاف والمخدات والخضديات وكل حاجة، بحيث ان يغير الأوضة كلها يبقى شكلها متناسق وكل حاجة حلوة، وكده تفتح لي نفسي كده على اني ادخل واقعد فيها كده وتبقى جميلة. طبعا اللي انا بقوله ده يا جماعة هو الاساسيات اللي حابب يزود عنها، وده ما يخلش بميزانيته وما يكركبلوش البيت، عندي اماكن اشيل فيها كل ده، يعمل كده مفيش مشكلة. انا بتكلم على الاساسيات.